طيب احنا معانا على التليفون للمزيد من التفاصيل دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. دكتور محمود. الو الو، صباح الفل يا فندم، ازاي حضرتك؟ خير وكريم، صباح النور يا فندم، سعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا في 10 الصبح في الاهلي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ، اهلا بيك، اهلا بيك، صباح الفل عليك، صباح الفل، صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا دكتور. دلوقتي يا دكتور محمود دهواند لسه جايه من احدى الدول الاوروبيه الشقيقه وبتعايرنا ان احنا الجو عندنا دلوقتي دخلنا في النص الثاني، هو اللي النص عفوا الاولاني من نوفمبر ولسه الجو عندنا ما شتاش ولا حتى في ريحه. ده صيف يا دكتور لسه، فانا متاكد ان عندها الكثير من الاسئله لحضرتك. انا طبعا برحب بحضرتك، بقى لنا فتره ما اتكلمناش، وخليني فعلا اروح للنقطه دي يعني، وكمان عايزه اربطها بالمؤتمر المؤتمرات المؤخرا يعني حدثت في بشأن تغيير المناخ تحديدا، وهذا الملف المهم جدا، ويعني خلينا نقول هي قضية تكاد تكون كارثية لو لم يعني يتم يعني هقول ايه سيطرة عليها بالظبط. فخليني اعرف من حضرتك دلوقتي برضو احنا ماشيين في السكة دي لغاية فين، وفي نفس الوقت برضو يعني احنا امتى الشتاء هيوصل بقى عندنا، مش لازم يعني بالفصل بالظبط، احنا بنتكلم حتى البوادر اللي في الاول. اتفضل يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ نهواند واستاذ كريم. طبعا معلش انا بعتذر، الصوت بعيد جدا، انا مستمع كويس بس طبعا احنا قلنا بتاع نص كيلو كلام، نص كيلو كلام اتقال يا دكتور. والله يعني انا جمعت ان استاذ نهواند جايه من اوروبا ومتضايقه ان الجو في مصر لسه ما بردش بس كده وبتعايرنا يا دكتور محمود ان الدنيا ما شتتش عندنا لغايه دلوقتي. لا انا هعلي صوتي شويه، انا سريعا انا بكلم حضرتك في المؤتمرات اللي مؤخرا يعني اقيمت بشان تغيير المناخ واهميتها، دي نقطه. النقطه الثانيه بس لحضرتك، امتى ممكن نشهد بوادر شويه لوصول الشتاء او يعني للشعور الى حد ما بالبرد، يعني ما احنا لسه لحد دلوقتي حرانين جدا. طيب هو مبدئيا احنا التغيرات المناخيه، احنا اتفقنا ان التغيرات المناخيه اثرت على العالم كله، والاجتماعات الكتير اللي العالم كله بيعملها دلوقتي عشان، او بما فيهم طبعا اشهرهم قمه المناخ في انجلترا في انجلترا بالفعل، ولا حضرتك السيد الرئيس طبعا. الحمد لله السنه دي كان الموضوع مختلف شويه، وكان في استجابه اكثر من العديد من الدول، رغم تخلف روسيا والصين عن الصدور، الا ان معظم الدول التزمت، وان شاء الله وفقا للتوصيات يكون في التزام حقيقي من جميع الدول، لان بالفعل بقى في ضوء احمر وخطوره شديده بالتغيرات المناخيه والجفاف اللي كانت في مناطق كثيره هذا العام من العالم، والفيضانات والاعاصير والظواهر الجويه الشديده اللي بنشوفها في دول متفرقه بما فيهم طبعا افريقيا. فان شاء الله يكون في استجابه باذن الله جاده من بعض الدول، وان كان هناك بعض التعاقدات الاقتصاديه تحول بعض الدول من انها تستجيب بشكل سريع، ولكن ان شاء الله على امل ان يكون في استجابات السنوات اللي جايه. طيب دكتور محمود اسمح لي قبل ما نروح للنقطة الثانية، خلينا بس في النقطة دي، لأن يعني نتائج المؤتمر أو كان في بعض التوصيات أو كان في بعض النقاط اللي شغلت بال الناس كتيرة جدا، خصوصا أن بعض الكلام كان فيها أو التصريحات تتقال أن على يعني في خلال كذا سنة هيتم غرق أو هيتم غرق بعض المدن، يعني فده برضو تصريح مش بسيط أن هو يتقال، ففي أو زي ما بيتقال كده آثار الجدل، فخلينا نعرف من حضرتك تحديدا صحة هذا الكلام من عدمه. هو طبعا حضرتك الكلام اللي اتقال عن غرق ميامي او شنغهاي او اسكندريه ده نتيجه ابحاث لبعض العلماء في علم المناخ. طبعا مناطق منخفضه، هي اسكندريه في مصر مش منخفضه بالشكل اللي وصلها لكده، هو الخوف من مناطق اخرى في شمال الدلتا، بلطيم، المناطق اللي هي اكثر انخفاضا من اسكندريه على شواطئ البحر المتوسط. ولكن في طبعا اهتمام كبير من الدوله خاصه هيئه حمايه الشواطئ من عده سنوات بارتفاعات شواطئ المطله على البحر المتوسط تحسبا للارتفاعات المتوقعه في البحر المتوسط في مستوى الميه طبعا. وبوريس جونسون قالها صريحه ان مدينه اسكندريه من ضمن الاماكن، قالوا بعض العلماء في السيناريوهات الاسوء انه يوصل الى متر كامل على حلول عام 2100. طبعا المتر الكامل ده كان مصد المحيطات
طبعا ارتفاع سميه الكامل في المحيطات هيأثر طبعا على ارتفاعات المناسيب في البحار، ولكن الارتفاعات بتبدا بالسنتيمترات مش هتبدا بالمتر. اوكي، يعني حاجه غير محسوسه تقريبا يعني. طبعا الحاجات بتبقى محسوبه والحاجات بتبقى متابعه بشكل كبير جدا. هيئه حمايه الشواطئ بتتابع كل السواحل مطله على البحر المتوسط، مع وبالفعل في اعمال جاده لرفع المستويات دي، وفي مليارات بتدفع في هذا الشأن مخصصه لهذا الشأن من جمهوريه مصر العربيه. فالارتفاعات بتتفاوت، في خلال 20 سنه ارتفعت المنسوب 5 سنتي. الحاجات دي بتتعالج مع مرور الزمن ومع مرور الوقت، على اساس لما يبقى الارتفاع اكثر من كده يكون تمت الاجراءات الاحترازيه لارتفاعات مناسيب البحار. ان شاء الله الموضوع يكون في مأمن باذن الله. رائع جدا. طيب خليني اروح مع حضرتك سريعا برضو للنقطه الثانيه. انا عارفه ان طبعا فصل الشتاء لسه شويه عليه، ولكن بيبقى فيه دايما او احنا كنا زمان برضو بنحس شويه ببروده، يعني تغيير او الشتاء شويه، الخريف عاده بيكون احسن من كده او افضل من كده شويه، لكن برضو يمكن بسبب التغيرات المناخيه ما بقيناش نشعر بده، او حتى الشتاء بقى 3 أسابيع تقريبا حتى لما الفصل بيجي، يعني دي حقيقه. فخلينا بس نعرف من حضرتك عشان الناس حتى تبقى عارفه اللي لسه مثلا عنده اجازه عايز يروح، هل الناس لسه تعيش حياتها كان احنا لسه في فصل الصيف او فصل الربيع، يعني ممكن يروحوا وياخدوا تان، ممكن الناس تنزل تتمشى عادي في الشوارع ما فيش اي مشاكل، يعني يسافروا، يعني خليني اعرف من حضرتك. هو طبعا لسه طبعا فصل الشتاء زي ما ذكرت 21 ديسمبر، احنا لو افتكرنا مع بعض السنه اللي فاتت كنا ايام اول 10 ايام او اول 12 يوم كمان في شهر 12، وكنا بنقول ايه يا جماعه احنا في شهر 12 ولسه الشتاء لغايه دلوقتي ما دخلش، الناس بتصيف لسه في شهر 12 عندنا. احنا انا فاكر طبعا الكلام ده، فاحنا لسه شويه مش عايزين. احنا فعلا التغيرات المناخيه اثرت على العالم كله بما فيهم طبعا جمهوريه مصر العربيه. دايما احنا بنقول ان خريف مصر هو رابعه من حيث درجات الحراره. صحيح. درجات الحراره خلال هذه الايام من 28 ل 30 درجه على القاهره العاصمه، 27 ل 28 على السواحل، فيعتبر طقس ربيعي مش هنقول خريفي في درجات الحراره. لكن فترات الليل بتبقى في نسمات من البروده طبعا، سواء ساعات الليل المتاخره او الصبح بدري. الجو ده هيستمر معانا بالفعل الايام اللي جايه ان شاء الله، على الاقل لمده 10 ايام هذا الاستقرار وهذه درجات الحراره اللي تعتبر برضه حضرتك حول المعدلات الطبيعيه. احنا بقى لنا فتره طويله جدا في اخر 20 30 سنه الاجواء بالشكل ده الى حد كبير في فصل الخريف. الشتاء احيانا كان بيدخل بدري شويه عن ميعاده، وكنا بنلاقي في بدايات 12 صح اجواء متقلبه بشكل كبير، ولكن عاده هو شهر نوفمبر الى حد كبير بيكون احساسنا بانخفاض درجات الحراره بيكون في الليل خاصه الساعات المتاخره والصبح بدري واحنا خارجين. حتى هنلاقي معظم الناس دلوقتي بداوا يغيروا تدريجيا نوعيه الملابس، مش عشان احنا بنقول كده، لا عشان احساسهم بان درجه الحراره بتنخفض فعلا. اللي بيرجع متاخر بالليل او بيخرج الصبح بدري في الاماكن المكشوفه والمفتوحه بدا فعلا يلبس حاجات بنص كم، حاجات الخريف، حاجات بكم اسف، اللي هي حاجات فصل الخريف. صعب دلوقتي ان احنا نخرج بنص كم بالليل متاخر او الصبح بدري. تمام، احنا على كل حال مستنيين الشتاء يعني مش مستعجلين. شكرا ليك جدا دكتور محمود، شكرا. نقطة مهمة جدا بتاعت التصريحات اللي تمت يعني في مؤتمر المناخ الأخير، لأن عملت رعب على فكرة مش بس عندنا في مصر أو مش بس في الدول اللي اتقال على بعض المدن منها هتغرق خلال يقول لك أيام ولا شهور. بس هو الراجل فسر في وشنا كلنا، يعني بوريس جونسون قالها صريحة وكلمة تصريحاته قوية قوي، يعني يقول لك مثلا أحبابكم مش هودعوا أحبابكم، يعني هو تصريحاته يعني مش بس بيقول لك الخبر. طب مش المناخ السعد المفروض إن المناخ السعد حضرتك وبالذات في دنيا السياسه ما يتفسرش في وشنا كده. هو تصريحاته قويه شويه، يمكن هي دي كانت الانتقادات اللي هو يعني يعني كانت من نصيبه ان هو تصريحاته صعبه. حتى كان ليه تصريح قبل الكورونا لو انت فاكر، قال لك انتظروا او استعدوا لوداع احبابكم، يعني كانت حاجه برضه حتى لو هيحصل ما تقولناش يعني، مش سيبها لنا مفاجاه.